أشاهد تلفزيون صواريخ جديدة وطائرات جديدة. أقوم نحت جسم لها. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أهواء نحت المجسمات. هناك مجسمات عديدة أحطها مثل المدق، الجنبية، السيارة، المدخل، ولكن أكثر شيء أحببت نحته الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المصنوعة هنا في اليمن. عندما أشاهد تلفزيون صواريخ جديدة وطائرات جديدة أقوم نحت جسم لها. الصواريخ والطائرات تعني لكل يمني حر الكثير والكثير، فهي تنتقم من المعتد الذي اعتدى على البلاد والعباد. هذا فاطر، وهذا قدس، وهذا بركان تشتو، وهذا بركان ثلاثة. جاهر دوم ويا بدر راس صماد ثلاثة صماد ثلاثة. هدهد وهذا قاصف. هذا نفسه عصمة ثلاثة. أقوم بنحت هذه المجسمات على هامش عملي وقت الفراغ. أقوم بنحت هذه المجسمات بالآلات غير دقيقة وغير مخصصة لهذا العمل. هذا هو أكبر العوائق أمامي.